والله وضعهن انهي تعبان تعبان صحيح والله، من عارف اكلها من وين، وحد الله غير القبضه هذه مستحلينا، من عارف كل 3 اشهر مستحلينا ما بيكفينا. من وضع الحصار اللي احنا فيه، حصار غزة شلنا شل عمال فلسطين كلهم شل، الوضع في غزة ما بيسمحش، احنا تحت الصفر، معيش قدرة اني امشي بيتي، عندي بوابة فيش مش قادر اركب ابواب ولا قادر اركب شبابيك، عندي بنت ماتت من قلة العلاج، ما كنتش قادر اجيب لها علاج، مش مصاري. يعني احنا في عندنا ناس معاقين، في ناس مشلولين، وضع سيء جدا عندنا، يعني بديش ابالغ انه ما فيش قوت اليوم، يعني قوت اللي بيدبر قوت يومه في غزه عندنا بكون هذا عايش، هذا سلطان زمانه.